شافي أمي دواما آياتين چلو دو چلو سي چلو چار يرو حجده رمضان سال 1442 بله سيدة زمخشري تشتكي دبيجي جملكي يعني چند جملكي بكارتيني بإسنا من چقا تفسيرك دي إلا نقلك جبه قوتني كرنا سبحان الله اگر تمامي نقل كربن اگر نیوی و نقل کردن لی بله اشارته که الله به بال به بلاغت مزن به بال به فهم و وعی سیدای زمخشری اشارت کردن و تمام مفسرات به اسنا نقل کردن و عباره مزن و خوش امیجی صحیح دیه دی بخوینن و امی معنا کردن و امی در بازون انشاءالله به انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء إجت به انظر حين أراد أو انظر أو حين نكو ظرفا أم بيجبو انظر مقصداوي يعني انظر الى ما فيه يعني الى ما في هذا الامر قصداوي او تجبوي احترازوي سيداكي هي السري احترازك يدك او نمو ما قصدا ما تشيه يعني انظر تامل تفكر لتعلم كيف رتبه يعني او حين ام ناب متعلق برتبه حتى كنت احترازك يصير ما وارد به ام بيجي انظر قصدا سيداي زعما شو بده يعني تفكر تامل الامر تأمل ما فيه يعني ما فيه يعني ما حينما أراد إلى ما أراد يعني وكي قصداوي إلى ما أراد قصداوي أوى إلى ما أراد أن ينصح أباه يعني بال في زماني مزينة البابي زماني مزينة لأو كيف رتبا أم بين كيف هاتت يعني هاتت أو معلقة جبو فعلك مقدر وشيء وتعلم يعني انظر لتعلم كيف رتبا كيف رتبها إذا انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه هرد متنازع تنازع كرنا بشدة فيما كان متورطا فيه يعني أن ينصح أباه فيما كان متورطا فيه وأن يعظه فيما كان متورطا فيه كنا نصيحتي لبك وعظي لبك دوي أمري دوي حالي دوي درما كتيدا متورط يعني تيدا نق يعني أوقعه تورطان أو ورطه أو أورطه معنى أوقعه في الورطة دي ورطة بمعنى تقولتن تشقمص تعبير الإيرو ومبيجي ورطة يعني كد مشكلة كده دي بروغلامة كي كو بيشارة يعني دي بيشقمص إلي يعني كورتة كي كو نقارة تيدا دل كده جوة معنى هاتية كان متورطا فيه يعني أو طبي قصد ما تقولت شيء يعني بيجن هلك يعني ها كان هالكا فيه كان واقعا في ورطة في هلاك يجى بيانوي ما كان يجي شيء بيانوي ما يجي من الخطأ العظيم وخطأ بناها مظن والارتكاب الشنيع أو تشتكو ارتكاب كذي أو تشتكو الخوانية يعني ارتكاب الشنيع أو تشتكو بيكانية أو تشتكو كريه يعني مبيجن الذي عصى فيه أمر العقلاء ينجي أمر براستي ضد سينوس كانت بدا يك أمر العقلاء هيا يك يكون السيدة إذا ما خسرنا نقل كرنا تفسير التبا أمر العقلي معنى نقل كرنا لدنسخة طيبية بوردكم أمر العقلي أنا وسأ أمر العقلي إذا تبي يعني نسخة طيبية يعني نسخة يدنية المهم دو بدأ شاهي قطبة آمر العقلي بل هي نسخة طيبية راسنا أيوسا معنى كده قلت يا إذا فصفت بال موصوفة يعني إذا فصفت بال موصوفة يعني العقل الآمر يعني العقل الآمر لأو جبوك أبي آمر خلدي يوسا احتياج كده كوبي تأويلي بده لكو أمر العقلي بيجن يعني أمر العقلائي بيجن تمعنى عتنا يعني عصيانية أمري دروما حالة عقلة كده يعني مخالفتها عقلية كده مخالفتها أمر عقلي كده بل وانسلخ عن قضية التمييز
وانسلخ دور كتيا إيش قد يتميزه بويا وكي إنسانكي كو نمميز إنسانكي نمميز إجا ما قلت شيء ما قلت بيانا ويما كانجي بيانا ويما من الخطأ العظيم ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة وجوي غباوة جوي أحمقية ودوي طيب ده أحمقية جدا غباوة جديدة تنا إجا انظر كيف رتب الكلام معه في أحسن اتصاف شوا بابي خوانا خبردانا بدقل بابي خوا بشكل يوسا آهنگي كي خوشك قدية وساقه أرشق مساق وساقه يعني ذكره أرشق يعني أحسن ألطف مساق ألطف ذكر يعني بأواكي برخوشك وباللطيف وبأداب وحرمات بيجي مع استعمال المجاملة بقول لك شيء استعمال كذا استعمال المجاملة تقول بيجن جامله يعني أسمعه كلاما جميلا فيه كثير من الاحترام شايف من بين مجاملة قصد ما أبا يعني كلامك خشبة وتيدا بر احترام هبه أم جاءت يقولون مجاملة وأبيج إبراهيم على نبينا عليه السلام بالفعل مجاملة استعمال كريا واللطف استعمال كريا والرفق واللين طبعا تفسيرا والأدب الجميل وأدب بر خبر دايا والخلق الحسن وبأخلاقك حسن كريا لقال منتصحا في ذلك بنصيحة ربي منتصحا يعني معناه شيء يعني قابلا النصيحة من بيجن يعني نصيحتي قبول كذا وقرتيا بنصيحة متمسكة أنت تشاخي قام بنصيحتي بيجن قال لك أم منتصحا قد أوي كنت ذا شيء تجريد أبي أنا زت تجريد يعني قو أجر منتصحا معناه قابلا النصيحتي به ويتشغي أو بنصيحتي إخواني بفايدة مني نقول أم بيجن منتصحا معنا متمسكنا يعني أم تجريد بعض المعاني أم بيجن يعني آخذا قلت بيجن آخذا في ذلك يعني منتصحا أم ناعسا معنا أخوي أصليكو أخذ بالنصيحة يعني تمسك بالنصيحة قبل النصيحة لا أم بيجن بس معنا آخذا يعني متمسكا آخذا في ذلك بنصيحة ربه عز وجل إجابة إجاك أو نصيحة شدشتا يعني أب نصيحته كوخوة تعالى لي كريا أمش كوزانين كوخوة تعالى نصيحته لي كريا إبراهيم عليه السلام وحتى كويجي وين نصيحته قبول كريا وبيكانيا بحدث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أوحى يا خليلي إنك نسخة نا يا خليلي يا حدا نسخة إنك خليلي إنك خليلي أو نسخة براستي نا ندي حديث هذا نوسى رواتك حديث روات حديث هذا أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام يا خليلي يعني حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأن أسكنه حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري لما كي أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أصص يا خليلي تفسير وحيية يعني بأن قال له يا خليلي جرقوت يا خليلي يا صديقي معلوم أب يا خليلي جي أب جي خطابك جي شرف تنا وخداي تعالى عبدك يخوانا بيجي يا خليلي حسن خلقك أو ضم لامية حسن خلقك أخلاقك وخوش بك مع كل الناس مع كل الأنام نوع مع كل الإنسان يعني بالتلطف معهم وتحمل أذاهم يعني بوارا خوش درباسك أزد يوا تحمل بك أخلاقك وتمام إنسان على بك حتى بيت شو أنزان مع الناس التبية شو قلت بي ولو مع الكفار ها ولو ديك الكافر جيبه دي ساجي دي أخلاقك وخوش بك إذا فعلت ذلك معلوم أبتدخل دي جوابة أمريدة مجزومة أم تقدير هذا تشرف تقدير خنين بيشكم مجزومة بنفسها ويلي بنهجي مع على كل حال معناها يعني إذا فعلت ذلك إذا حسنت خلقك تدخل
تدخل الجنة مع الأبرار، مداخل الأبرار، مداخل الصادقين الأتقياء، أو أحسنوا طاعة مع مولاهم، يعني أبرار مراد به أو إنسان صادق وتقي، أو يكون بكيماسي طاعة خداي تعالى لنا. لتجد السؤال كتير بما ما قي بيغمبر نج أبرار جي مصدرن بأب أبرار نوعي هي مبيشن سؤال جواب ددن شارح حديثة، يعني بتدخل تدخل مداخل الأبرار يجوك إخوة إجت تجوا تبا مقدم تربوه بها دورة أجل نوسا بيج وأمزانن مقام إبراهيم عليه السلام السر يعني فوق مقام مطلق الأبرار، مطلق أبرارة بننترى لمرتبة أبرار نوعي خاطئ ما تقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الجورة هنيك حسنة بي تيجي شو يقول مرتبة بننتر بالجورة وا يعني أجر حسنة بي الجورة واد بي سيئة يعني هركز الجورة خوا كلمة مرتبة قضاء يعني بين قضائي يعني وقدري سبق بلى دائما أبيا بو şöyle de diyebiliriz. Bu ebrar gibi kelimeler mesela iman, İslamiyet gibi eğer yan yana kullanıldıkları zaman manaları farklıdır. Evet. Ama tek başına kullanıldıkları zaman diğerini de kapsayacak şekilde kullanılıyorlar. Mesela buna binaen ulema meşhur bir kaide söylemiş demiş. İza içtema'a iftereka ve iza iftereka içtema'a. Bu da belki de onun benzeridir. Allahu alem. Değil mi? أو جي جوابك السيدة عبد الله أواب أجي 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 السيدة يا إخوة إمام مناوي في جواب لبن أجي كارم تشتكي بيجم يعني مثلا خدا عست إبراهيم راد بيج وعست إبراهيم سيدة أبرارة يعني شخصيته ويدا جمرا ومتا إبراهيم ومتا بيانصر مش تماما ملتنا دموزان لسر أخلاق ببكون إنما أخلاق أو قصي يعني هر چندان مخاطب اوجي به لجمرا يا اجبو ما به ام داخل ما دخل ابراهيم بن تشتكي مظنه تبيجي انا دي جانا ما تقول اعلام امر خاص اما خطاب عام خطاب عام شامل كل من يقرأ ويسمع اوجي جوابك يا خوشا يعني قصد نحن ندخل مدخل الابرار يعني قلت لك قصدها انا يعني شو سيدي ابرار شو سيدي ابرار بلي خوشا فان كلمتي بقول يعني قضائي وقدري سبقت لمن حسن خلقه كسكوك أخلاقه خوش كتير ماذا سبق أن أضله دو رواية أنا في عرش جبراس دي رواية ده هي ودي كنز العمال ده جي تحت عرشي هي فرنا على كل حال معناها أن أضله في عرشي يعني أوجي تحت عرشي يعني في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله وكي أو حديثة في عمدك وبعثة حد إنسانك وأن أسكنه أزوي ساكن بكم بجي بكم حظيرة قدسي معلوم حظيرة ده عربي ده معناه هفشي مدبوط يعني هفشي يعني أو تساعد ديوارك يعني تشتك دارنا تشتكي وجبوكو إنساني أي خطب بمحافظة بك يعني حفشيرة تقولين اللي تبدأ مرات بي بل الحظيرة في الأصل ما يحاط على الغنم والإبل يعني يقيها الحر والبرد يعني نفسها جبوكو حفظوان ايش خير اذا قد بدا معناه ايش معناه حمايته يعني ها يعني حظيره قدسي يعني حظيرتي المقدسه العاليه يعني او جيمنيكو بلندا ومعلومك او ديساب مربي جنته وان ادنيه وان اقربه من جواري اي اقربه مني معلوم ان يزبون الجوار من شيء يعني كي ازي خوج يعني كم ان اجي كيناته ايش بيش كو كنت على اكرامه كي مظن ابدي او معناك كي ما لا شكل قوتيج علي كي خوش شوش ترجم رجيتي شي ما تقول بدا عمومه كي تي خوست نوسا دبي لان فان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه نفا ان بدا زانن كو مقصود نشخصك تانية مقصود عامه كل من حسن خلقه نعم كل من حسن خلقه شقا كسيك واخلاقك وخش بك مكافاتك مظن خويت على دي ازي بدمي يا ربي اخلاقي ما جي خش بك ان شاء الله يخش بك ان شاء الله بلي
Ecedisa emi ayetin kuadisa bizivrin bal ayata çüllüdü dua kuma gud iz qale li abihi ya abati lima ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şeyen. Zeyda zamaklid biçi bi ve dalike i beyan biki biçli ennehu talabe minhu evvelen el illete fi hatayi. Bu çi bu lima ta'budu. Ama talabeci talabe münebbihin ala temadihi. Yani meguçi talaba minhu el illete yani illet kues gu lima ta'budu. Fi hatayihi hatayi vide kuçiye ku ibadetu gayrillah. Ne var? Ama talabeci talabeki çava talaba münebbihin ala temadihi. Yani talaba vi kesi ku hişyar buneki dike ala temadihi. معلوم تمادي هتشندان معنى دوام جدي لأميزين انكو بس دباطل ده هستي استمار الكرم يعني يقال تمادى في غيه نوسا تمادى في ظلمه يعني إذا أقام عليه ولج في اتباعه وأطال مدى غيه يعني بيكو زحف أو ظلم أخوة ونقنجي أخوة كنجي كو زيدكر ويجغي تيقوتن تمادي تمادي نكو عبد مرة واحدة نوسا يعني إذا عبد واحدا مرة واحدا أنا أقول تمادى أو تمادي أمش كو فهمتكن أو تمادي أمش كو فهمتكن أمش فعلا مبارع فهمتكن شو قلت لما تعبدون أقول لما عبدتك وقلت عبدت ممكن وجار التاني جي عبادت بكرة إبها تقولتن عبدت ليه تبجيتش دبي لما تعبدو شما تعبادتك معلوم فعلا مضارع دبي دجوتش جو استغراق جو دوامية يعني دمك أخلاق تيا يعني منبه على دوام أم يسمى على بكين معنى طلب منبه على تماديه يعني طلب منبه على من داوم في أمر باطل يعني ولم يقطع يعني إجا منبه وموقظ موقظ هشيار ديكي يعني موقظ إياه بابخوا عن غفلته عن غفلته وعن إفراطه وعن تناهيه يعني موقد الإفراط أو لم معنى عنه يعني موقد إياه وهي شيار دي كيش تشي إشكو إفراط كريا أي خدا حد خدا رباس كريا وحتى تناهيه يعني بلغ في الغفلة النهاية ده. يعني هاتية الزيروية هاتية صون مرحلة بل لأن المعبودة إذا تشما أمبيت بيجنجي تشما يعني مفروض ده وبتنيت بي لأن المعبودة تد ما دوجي قوت ما قوي يعني شبدن ما قوت تد ما قوت شكل معبودة هي هنك حين وهنك نحين بعصا وسنية وبعصا نصرانية ما شبد بعص كل بوهم دريج ناكن بل لأن المعبودة لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا لو سأل وقش المعنى هو المعبود لو كان حيا مميزا سميعا وبصيرا مقتدرا على الثواب والعقاب قدرته يلتسر ثواب وعقاب هذا نافعا ضارا لكن مع هذا إلا أنه بعد الخلق لكن دي قلب أو صابة تباجي بعدك إيش مخلوقة به لست خفة لوجد خفيفا عقل من أهله للعبادة اي خفيف بهذا يسبق بهذا ديتن يسبق بهذا ديتن عقل من اهله يعني من جعله اهلا للعباده ووصفه بالربوبيه وصف يجي دايا وصف يبدا بالربوبيه دور تشما دور ما قلت افحيك في شكليه مميزه وسميع وبصير ومقدر تبع او كن مخلوقا مش يكون مخلوق ب نخوى انسانك وعبادتي بك أمي وزن أو عقلي خفيف بديتن سفيق بديتن أحمق بديتن نوا أو كسيكو وي أهل ببينجهو عبادتي ووصفي بدي بروبيتي ولا سجل عليه سجل عليه إلي بهذا تسجيل كرن ديت أن بين سجل القاضي لفلان نوا بماله يعني استوثق له بي يعني وكي بلجيكي دايقو أبيها يتيا يا أبي وكي بلجي كتير بفلان كاس رابور ليه موسى سبحان الله إشارة يبقى بيتعبير رابوري كيف كي وكي ولا سجل عليه بالغي المبين يعني رابورة الغي المبين والظلم العظيم يبقى هذا دائن جيرة يبقى هذا تسجيل كرين جيرة
بچه بعد تزگنجره الغیل الظلم المبین الضلال المبین الفساد المبین والظلم العظیم غیل بده مرد به فساده ضلاله اجا وان ولو چندان کو وان کان اشرف الخلق واعلاهم منزله ولو اشرف مخلوقا به ان بلند مخلوقا به وكي ملائكتا وكي نبينا بغمبر جبن ديسا مي تشبديتا لاستخف عقل من اهلهم للعباده قال الله تعالى ديلا في امي بينن تدخل تعد ما كان لبشر ان يؤتيه الله الحكمه وكتابه والحكمه النبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون وما كانت شيء ما كانت شيء أن ولا أن يأمركم يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون بل آية معنوية أشكارة واضحة ودليل ما شيت بردة دليل ما أوكوا تي بشركي بيغمبركي نممكن كو امر انسانا بكن كو ملائكته بشكل كيوسا مظن بكن حتى ببن مرتبه الى يانجي نبيا مظن كي بخن مرتبه الى يانجي هنيك وكي كو ايمي اسنا حشريه بخن وكيلا يانجي هنيك سيدا اخو بخن وكي بلن بلن بكن شيخ اخو يانجي يا بشكل كي تشد ببلبي ام بين بتش اوايد ببلبي لا ليس لاحد ان يامر احدا ان يتخذ الملائكه والنبيين اربابا شما ممكنه وذلك ان العباده هي غايه التعظيم يعني تعظيمك ليس فوق ليس فوقه تعظيم فلا تحق العباده الا لمن له غايه الانعام الى تمام انعام تستوي به وهو الخالق الرزاق المحيي المميت نوسا المثيب الذي يعطي الثواب يثيب الناس على افعالهم المعاقب او يكون مراقبا جبو انسانا مراقبه وادك وامبيجن بلي سيدا المراقبون المعاقب يا ها المثيب المعاقب المراقبون نقري ازوي معناتك معاقب بدا بشكليه تيجو مثلا عاقب مجرما بذنبه عاقبه على ذنبه يعني او يعني مثلا تيجو مثلا عاقبه على خطئه يعني معناه مراقبه كر وجزاء ويداي وبمعنى كديجي طبي معاقبته يعني وقت قصاص كيجي فلسطيني يعني قصاص كيجي انتقام يعني معنى انتقام يجي معلومته لد بالهمبرغ وتعالى معنى مقاعقب يعني أبيكو جزائي مجرمة بدي يعني مراقبة بكي تعقيب بكي والباي تعقيب بجي جزائي بدي يعني لباي مصيبة هاتية مصيب ومعاقب لو ما مغو بلكي يعني معنى عذاب دار ولا مصيب نا وسا مد بجي قي معنى معاقب يعني يه جزائي باقوي بدي مصيب جي وكي مدكاري بجي يعني يكو مكافاتة كنجي بدي معاقب جي مكافاتة خرابي جي چه بي يعني معاقب لما يمعنيش دي معنى منتقمتي بمعنى بلي وجزايد ديتي تي بمعنى وبمعنى مراقبة جيت بلي إجا أو رزاق ومحيي وميت مسمى الذي منه أصول النعم وفروعها تمام نعمة شو أصول بن شو فروع بن شو مظن بن شو بن تمام جويزاتي باري تعالى إن أخوة فإذا وجهت العبادة إلى غيره وتعالى علوا كبيرا ان تكون هذه صفه لغيره وتعالى دورا وحاشا وحاشك وصف جبو غير خدابه نقوى اذا وجهت لم يكن الا ظلما وعتوا وغيا وكفرا وجحودا معلوم نزيقي هذا المعاني ووكي على تفسير بس لسر جحودا ادم قيس السيدة طيبي تشتكي دقود يعني في معنى دقود بالجحود نفي ما في القلب ثباته واثبات ما في القلب نفيه يعني جحود ده وكي نفاق هيا نكفر تاني ها جحود ده تبقى جحد الذي لا جحد الذي كفر يعني او انكارك لكد قلبي ده ضد بها يعني اثباتك بكد قلبي ده نفيها
او جرتي بودن جحود هنيك معنى جحود قصدامن يعني هنيك دبيكو نتام كفر يعني تشتكي دي يعني كني وكني فاضج بلي اجا لم يكن الا ظلما ولم يكن الا خروجا عن الصحيح دربنا ريا راس ان تيري ابيكو يعني المضي يعني ابيكو رواهيد دي اجا خروجا الى ما اين الى الفاسد المظلم بالوير ريا فاسد بال امر فاسد وابيكو طاريه ان اخوا حتى ذيك ما بالي اخوا ذاك بوتشي ما بو الذي يسمع ويبصر ويغني عنك حتى ذيك ابو لاجاب فما ظنك ما ظنك شي حالته بمن وجه عبادته وجه عبادته بري عبادته خدايا الى جماد الى اين الى جماد معلوم أمت كارم بالي نحوي بيت كارم إكيد ما بيجي كوش كوزان جمادة أمت كارم دليل خب بيبين بتعبدو ما لا يسمع قوتيه نقوتيه من لا يسمع مثلا نوا أو ما جي إبهام جبو إبهام يتيتي جبونا غير العقلات جبو غير عالمات يستعمل كرن جبو لفظي جي أمت كارم بيجي بلي جماد هيا وش خود وصفي ويجي أول لا يسمع ولا يبصر قوتيا ليس به حس ولا شعور ببالتي خود جي تشوفو وش خود وان أو كيف كشكان دبو أو جي دليلك بابي وان جوان عبادت كنا هني أم بلي بلي تشوف جماد ليس به إجا جمادك يوسانا ليس به حس ولا شعور شوا يعني لا يسمعوا لا يسمعوا يعني فلا يسمع يا عابده ذكرك له وسنائك عليه يا أبي كنت عبادتي جيرة ديكي أو سحناك ذكر كرنا تجيرة وكنت السناء ومدح السناء يوددي يعني طبعا شايف هنا بيجي فلا يسمع يا عابده لا يسمع أو سحناك شو أبو غبي ويا عابده إجا هم غبية وهم غبيش عابد يا خويا أو عابد جي أو عابد جي تاني ذاكر مثلا يعني لا يسمع أبو أو بو غبي وإجال عندما لا يسمعوا شيء عابد خوجي نابيني أو إجا غباواتا كيدن إجا عابد جي عابدك يوسانا يكون مبيائي قازوي كريا نوسان يعني يا عابد هما قوتيا أدمد يعني سي غباواتا هنا يعني سي غباواتا يعني غباوة العابد وغباوة المعبودي جي أمكان سي غباواتا هنا اول ليدخ من عشق ليدخ كرود في ولا تشجير عبادتك يجي هاي وشتتنا انا هاي تشتهي اري ها اذا اما سالك بنا بيجي تشكو تسوي كلمه يا عابده وجي دبي سيدا اذا ما شيت بدا ابجي لا طفتك خوشي كده قلت يا عابده وقازي في كده يعني قلت تجي قبل يا ها ما تجي يعني دبي جي بدا شكو تسحناك دي تجينا بشي خدي تجي غبيك وام جويد بي يا عابده من القازي في يا يعني مش يا بدي اجي اشارتك خوشه ما شاء الله عبارك عجيب عجيب شيرين سبحان الله بلي لا يسمع موجود إرنابي ولا يبصر لا يبصر يعني لا يعني لا خص حناكي ولا يبصر لا يرى هيئات خضوعك وخشوعك لو أفخد تخد كجي تخد كيم دكي تخد نزم دكي تتضرع دكي تدقري تخد سرد طويني أفضش تمام بها أتنابيني فضلا إجا فضلا عن أن يغني عنك شيئا خود تنابينه وتسعنك إجا يتشوى فايدك بديته بأن تستدفعه بأن تطلب منه الدفع بلاء فيدفعه أجرابه وبلاء إشتا دفع بيه بأن تستدفعه بأن تطلب بأن تسعه بلاء يعني بأن تطلب منه أن يدفع بلاء عنك فيدفعه أبن ممكنها أو تسنح لك حاجة يعني طاردة عارضية سنوح معنى ظهورة لظهورك عارضي به يعني آندا فجأة أم بين احتياجك تا شيء بجيرة فيكفيكها وأوجي احتياجات بك بيني أبن ممكن يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أبت بي ثم بعد هذا نقطة أول ما خلاص كده ثم ثنى في مكتبة الدواء ده بآية تشلوسيا ده تشبيجي ثنى بدعوته إلى الحق إجا فيقا بشتي كوكو إزباد كوكو غلطي إجا فيقا يتشبكي إيقا زيبكي بالحقية مترفقا به وديسا متلطفا
ديسا وينا ايشيني يعني بس شد بيجي يعني بقائلا فاتبعني جربي طي من ورا نخوة فلم يسمي أباه بالجهل المفرط ينجي فلم يسم أباه بالجهل المفرط بقى شربيني لم يسم نقل كريا لابن عاشور ابن عاشر فلم يسميه نقل ذكي وإعراب جيدكي أو دمك هل وجد شيء من شوفوا لم يسم وسم يسموه معلوم إيش وسم يسموه يعني تقولين وسمه بالعاري يعني ألصقوا به يعني بيقو جهل بيبا لزقة ويجي أجر لم يسم به وشوفوا لم يسمي به أو جي معنى رب تسميه لم يسمي أباه بالجهل المفرد يعني بألفاظ كده سر جهلك المفرد بك ناد ندى ولم يسمي نفسه بالعلم الفائق بلفظك كداد سر علمك بلندبك ولكن قال نبو أزعال من الذي تقول ولكنه قال إن معي طائفة من العلم قسمك هندي بتشكي بتشكي علمي الباب من هيا وإن شيئا منه ليس معك أو إن هيا النسخة هذا الباب بالكتنبي نك نسخة تنا وإن شيئا منه ليس معك وقسمك جوي علمي أو الباتتنا يعني إن معي شيئا من العلم ليس معك معناه أبها إن معي شيئا من العلم كو ليس معك كل باتتنا شو حتى شخص نسفي نقل ذيك عبارة أو وسط بيجي أو مجمرة فاشترحت أو عبارة إن معي بيجي إن معي شيئا من العلم ليس معك وابن عاشور تفسير أخذ التحرير والنحرير أو جي تشتري أو جي عين وكي شبه بيت نقلك بإن معي طائفة من العلم ليست معك لأب إبارة أجر إنها بخشة بإن معي طائفة من العلم وإن شيء منه ليس معك لأجر وإنها نشوف هذا إن التنبي تغنيك وركاكتك تشير بيت يعني إن معي طائفة من العلم وشيء منه ليس معك على كل حال معنى تلك يا هذا الجملة يكن يعني شو لبيه هذا الجملة يكن يعني شو مالي لا أسر أبد من أسر مثلا تحليل أوي عن بيجي مالي يعني مالي التحليل أوي مثلا تيجي شاهد يكون نقل ذكي عندما جانا وسا ممكن يكون سا نسخة مختلف منها مثلا شاهد تبيجي إن معي طائفة من العلم ليست معك معناها صح خوشة تقول إن معي شيء من العلم ليست معك ليس معك أو شاهد تبيجي إن معي طائفة من العلم وشيئا منه مثلا كم جملة وكيد إشكي يعني ليس معك مالي وذلك إك أو علم كل باء النبي إبراهيم عليه السلام تيجانا علم الدلالة على الطريق السوي لسر يا راس تدرس نخو فلا تستنكف لا تمتنع لا تهرب ودر نجا عرفا حال كونك مستنكفا يعني مستكبرا يعني تكبري نكا بتكبري يجي ودر نكا وهب قبول بك يعني اقبل أن أني وإياك في مثير سيدا او وهب وهب هايدي او خشترنام هب استسليم قبولك معنى هب اوه هب وهب فهبني مروان هالك نايب يعني ظن وهب اني واياك في مسير سيدا عنده عبارة هب. او تشوها او او مجهود مفت فلا تستنكي تطبوز من الدنيا لك هب ما نايب يودا فهب وإلا فهبني أخاصقة وقال لي وإلا فهبني مروان هالكا هبني يعني قبول بك اقبلني وهب قبول بك يعني ملاحظة بك تصوير بك كأني وإياك في مسير أمشكوشي طبعا زانينكو أو هبدو دريكي دنا شكو قوتشي قو أهدك صراطا سويا نوسا يعني تشعي قو أهدك صراطا وأهديك أزيريني شان تبدم سيدة دقيق سيدة بشكل بجاء مراكل أما عم نقول سيدة ما سانكي هب معناوي فرز بك ولا تقدير ولا فرز أري مش يوسى أقول يقول هب يعني قبولك يعني قبولك يعني فرز إتمك بلي فرز إتمك يعني في شيء معناه ظنيتي ها يعني وقبي تصور بك ظن بك قبول بك تسليم بك وبي معنينا يعني تيت وهب وهب بل لم عولي قلت تيت ما قول وهب قبوله يعني قبول بك يعني بلا فرصة عاود كلمات خوش ترى بل وهب أني وإياك بفكرة وجبة قبول بك ظن بك يعني جيت تيت وجبة فرض بك
كو ازوت دريكي دبن ما قلتش او اجبو ما قلتش كو دي فيمي او كو امو استو دريكي دنا شكو عبارة جي ويت خواز بأهدك صراط مسميه صراط خوار ريا هداية الهداية جي تخوض اصل فدا معنا ريني شان داينا اجا وعندي معرفة بالهداية دونك اسفا خويت على البورا ازهين كرما هداية ناس كرنا ريني شان داين البام هيا لبادتنا نخوف فاتبعني طي من ورا ونجيك يعني إذا تخلاص بك من أن تضل وتتيها كنت هون ضابي وتهري ضلالتي وتدميني بكس وبكوس ومحير بميني وأريد ضلالتي ده بل احتراز هلا تشتكي كم بزبرن نعم بخير يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أمهات مرتبة بل مرتبة شندا أمهات مرتبة سيا هذا هي سيا جي بي جي يستدعي ما شريت إذا بآية عمي تشلو تشارة شو معنى كي بثلثة بتثبيته تثبيت يعني وي عوقاندن تيتم بين عوقاندن وي عوقان وي تأخير كير وي باشش بتثبيته ونهيه عما كان عليه تخوازي وي تور بكي تخوازي وي منع بكي جوي حالي كل سريا بشي بتشجي بأن يعني ببياني أو دي بلكي دنيك مش قادر بياني هيا ببيان بذي بيان دكي يعني شو تصبيت دكي يعني جيرا بيان دكي أشكرت كي بدكي بتشي بأن الشيطان الذي استعصى على ربك أو شيطانك استعصى ها نعصتني يعني أو استعصى سينو تجمو مبالغين معلومتي وي آه يعني استعصى على ربك يعني عصى ربك عصيانا كبيرا على ربك مثلا على ربك يعني شئت ام ابيت هو ربك يعني اريد ايمان بين عيني اريد قبولناك اريد عبادتي بوتو سنماشتك لديسا الله ربي تيا شئت ام ابيت لو الله رب العالمين اجا او ربي تيجي نكو هما الله تاني نوى رب تاني الرحماني ها شو رحمانه يعني الذي جميع ما عندك من النعم من عنده لألورا رحمانه نوزا يعني جبو في نكتي أم بيجي النبي إبراهيم عليه السلام إشارة بال في وصف خدا كريا وتي الرحمانه جبو يقو مثلا نقو ولم نقو كان لله عصيا نوزا يعني كان الشيطان لله عصيا أو تشتكى لما يكعص يعني أخو ذكر أما نا كان للرحمن عصيا أوي أو شيطان كان للرحمن عصيا يعني لمن يرحم لمن عنده الرحمة لمن هو مصدر كل رحمة لأنه الرحمن يعني لأن جميع ما عندك من النعم تمام جبالنا دي ساجد تشتكي يعني أتي هوالتيا أو شيطانك وعصيانا ورحماني بقوة كريا وهو عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك ديقلك او اهم دجماني تيا دجمنك ولا يريد بك الا كلها لكن خوازي تببي هلاك خوازي وخزي انت بدي شر مزار كرين وتخوازي ونكال تدوشاري عذاب وعقاب نخوشي ببي وعدو ابيك ادم او شيطانك ام بحساوي دكين او شيطان عدو بابت ادم وابناء جنسك كلهم تمام انسان جي عدوه وايا هاج اف شيطانها هو الذي ورتك يعني اوقعك شو او ورته نم عرت به او شما تشوفوا في هذا الذات هي او ام ديولوجي التجريد بيخن دي ام بيجن ورتك يعني اوقعك في هذه الضلاله او تخستي في ضلالتي يعني او كنت تخستي في ضلالتي وامرك بها نوى امرتك في ضلالتي وزينها لك اجشترك وشكري وشكري كنت هاتي خاطبان فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان أجر كنت تخوشك بفكري تبدا حقيقة نعبادة باصنا ماتكي تعبادة الشيطان بخدكي لإجاء إلا أن إبراهيم عليه السلام لإمعانه في الإخلاص يعني جبكو تام بصام نغبيا نوات إخلاص لله ولارتقاء همته في الربانية يعني الارتقاء همته همته ببلندة تشدجي في الربانية يعني في التفكير في عظمة الله تعالى يعني كنت تفكر دك مصنعية أخوة تعالى ده
لم يذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص إلا الذي تختص منهما برب العزة من عصيان واستنكاره. نقول لم يذكر إبراهيم عليه السلام من جنايتي الشيطان، معلوم جنايتي الشيطان أنا يك عدو الله يك عدو بني جنس مقول يعني بني آدم. لبلش بهرد جنايات ذكر نكر إلا التي تختص منهما جوان هردوان برب العزة كتشية من عصيانه واستكباره أمام الله. آه إجا يعني ما هاد فيه مدخو يعني إذ قلنا للملكة تجد آدم فسد بذكر مجد فسق عمره أفتت من دون أولياء بلي مقوهم عدو الله وأمام جي عدو لآل آدم فآثر خير من الله ما هو مختص بالله على ما اختص بالغير لأنه أهم شيء عنده أنهم بالي أو وحدانيته وتوحيده خدايا إن تكذيبك أمر راجع إلى الله نخفلها عن حزنك لنفسك وأنهم كذبوك وأنت صادق وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو استعظامك لجحود آيات الله والاستهاد بكتابه يعني دبتشت هنا ما قلت لبني مهم دبتك جانا خاصا خصوصا ممكن أبيكو برب عزته بكو عصيانا خداكريا واستكباره استكباركريا ولم يلتفت إبراهيم عليه السلام إلى ذكر معاداته معادات الشيطان لآدم وذريته شوى يعني شما يعني تصوير ذلك يعني وذلك كأن النظر في عظم ما ارتكب من ذلك يعني عظم ما ارتكب من ذلك أمام الله غمر فكره وأطبق على ذهني فكره ويتمم مشغول كريا والنوق كريا وإطباق كريا ودخد قرطية نخوة لم يلتفت إلى ما هو في غير ما هو في جنب الله وهو عداوته لآدم بل وبيت إنسان جيوسا بيت شخص يكون إنسان تشتكي تشتغله وشتكي تشتغل خبردان أخوذ الدوام ديك دبي همات يمهم كي جنبه ويت بيجي بلكي يدش بيرجي ديك يعني تيب إشبير ديك إشارة بال ويبجي ديك بيك إبراهيم عليه السلام كنو بيد التوحيد ده أو يدن تكون نهات يبيرا يكو بيجي أم بيجن ولا أبا عدوه تمام إنسان هجي ثم ربع تخويف ثم بل يا أبتي إني أخاف أم خش بيخبني مثلا يا أبتي بي إني أخاف نابش تتعذاب دي بأترصم أن يمسك عذاب أن يمسك بيجتا عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إجا خدي خدي حفظة مبكي فشتكو عذاب بيجتا بيجتا بيدوستو هوالي شيطان ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة إذا إبقى جيرا بيجي أبا عاقبتها تي نخقانج يخراب جي بطرسة وما يجره ما هو فيه وتخويفه ما يجره ما هو فيه من تبعته والبالي وبيد ترسين إج عذابك وهي ببي بيج دوري ولم يخلي أبا دي قلبيجي لم يخلي ذلك من حسن الأدب ديسا أو أدبا حسن جدستي أخوة برندا حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له نقطع عقاب بولده وأن العذاب لاسق به عذاب تغى بقري لكنه قال أخاف أن يمسك عذابه يعني فذكر الخوف خوفه والمس يعني سبكر ونكر عذابه عذابك يعني تنكيرك وكي وجعل تشتكر يعني قوأب عذاب حيران دكش هو عذاب النليه هي مصدرها يا وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب أو دوستانيا الشيطان وكو آزر بيجيك أهبالي وي أو دوستي وي أو ويقران عذاب شكو أقو أقر يعني خده يعني معاذ الله وكي أو عذاب جي ببي شكو عذاب بسبب ويعمزنها نوصل دي فهمي وذلك أن رضوان الله أكبر من الثواب نفسه أمزان نفسه يعني أمزان قراء رزاق وتعالى استمام الثواب الجنة جي مزنطرة وسماه الله تعالى المشهود له بالفوز العظيم وتعالى نبي رضوان دانية شيء وتيقى الفوز العظيم دعاية كلمة بيتشي قال حيث قال ورضوان الله أكبر الجنة جي مصدر ذلك هو الفوز العظيم
لنخوف كذلك ولاية الشيطان التي هي معارضة رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظم. هات فيني نوصل. وصدر كل نصيحة من النصائح الأربعين مدوجي ما هنك إشارة بالكير ما قول تمام نصيحة إخوجي بقوله يا أبتي قول يعني بس نداء نكر بل كي توسلا إليه ونزيكي بالكير قد بابين مني نوسى واستعطافا طلب العطف والميل والشفقة من أبيه بل شيئا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون في موضع المصدر يعني يغني عنك شيئا يعني يغني عنك غناء شيء أي شيء من الغناء ويجوز أن يقدر نحن الفعلين مع الفعلين السابقين المذكرين يسمعوا يبصروا يجب تقدير بيجي يعني لا يسمعوا شيئا ولا يبصروا شيئا ما قلت له مفعولة شوية حسفية عبارة تماما نصم سيدنا أوكرا يعني بامتنا أقولكوا نبي بامتنا مجي يا أبي ما في ما لا يسمعوا وما لم يأتيك أو ما يهاني كذا بيكون أزن شادو بيكون حنا والله البامتنا أنا سجيبنا أتوا دقيقي دقيقي أتشوكوا عجبا بلي ولم يخل ذلك ما قلت من حسن وأن العذاب لا يكون به فكذلك ولاية الشيطان أمهات وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله يا أبتي توسلا إليه واستعطافا ما يدي قلت نوسا تمام إجا ما في ما أفكي ما بلي ما في ما لا يسمع وما لم يأتي كمعلوم يجوز أن تكون موصولة يعني الذي لا يسمع الذي لا لم يأتي ويجوز أن تكون موصوفة نوسا أم كان بيجن ما هي موصوفية إجا والمفعول في لا يسمع ولا يبصرون يعني أنا بيجن منسي غير منوي يعني منسية يعني بيكو نمرادها يعني شوف قصدها ما نعوك وان بيجن لا يسمع الأمر الفلانية نوسا يعني لا يبصر الأمر الفلانية بل كي مقصودها ما كقولك ليس به استماع ولا إبصار إذا ما قلنا لا يسمعون يعني ليس فيه سماع يعني سماعتنا نوزا إبصارتنا نكو قصدنا ما أوى فلان تشتين سحناكي وفلان تشتين أبني أبقى فات فهمي مقول منوية يعني جبني سيدام يعني قبل. جبني شخوك ساكرين وديتنا وانتنا نكو هنكي تشتا دفين ونكي تشتا ناوينن عين حتى كو أغرام مفعولي عين نوزا شيئان أخي يحتمل وجهين إجا أبين أحد ما يكون في موضع المصدري قامت مقام المصدرية يعني شيئا من الغناء يغني شيئا يعني يغني غناء شيئا ويجوز أن يقدر نحو مع الفعل الجسر حتى أمكارن في هذا بلد أو يجي تقدير بكين يعني يسمعوا يبصروش تقدير بكين يعني لا يسمعوا ولا نوسى لا يسمعوا سماع شيء ولا لا يسمعوا سماع شيء ولا يبصر ابصار شيء والثاني ان يكون مفعولا به ام كان معناه يدل يغن ام بين يغني عنك شيئا يعني معناوي شيء يعني النبي ام بيجي من قولهم اغني عني وجهك يعني اغني عني وجهك دور بك يعني بعد وجهك عني يجري معنى تبعيده يعني نفسه لأن الشيء إذا استغني عنه فقد ترك تشتكي يكون مستغن عنه به نحو جبه نلازم به أو شخص يقول إنشيء متروك بعيدة ودبيت أوي دجي دي لا خوش تنين بحديث عثمان دجي فاتيا يعني أظلم إجا معنى أوربا ولا يغني عنك شيئا يعني ولا يبعد عنك شيئا أظن إلهية لكارن تشكي يجد دور بك يعني بلاكي عذابكي لكارن يجد دور بك أي معنى معنى خوش إجا وصلنا قد جاءني فيه تجدد العلم عنده دي قد جاءني دجي شي شرط هيا تجدد العلم عنده يعني أبجد ببيان لاتصال قوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم على قوي شي بقوله ولا يغني عنك شيئا لما قلت شي يعني لما تعبد الجماد وما لا يدفع عنك الأذى وما أقول ذلك من تلقاء نفسها مثل تجدد يعني نفسها بأذ نشبا خد بيجم ولا كنت عالما به قبل هذا نوسى أزبريا في وقت جي من نزانيا بل جاءني فيه تجدد العلم عند إم حاضي نصحي هذا بل أو دويدك قلتنا كي أمي متخص أزويد جي بخينم
يه سيداي طيبيل سر أود ربع بتقويم يا موسى زي عبارة عربي بقولهم وقت ما جي زيدت شو دب قلت وفيه كإشعار وبيان ذلك بل بأن الواجب زحف وشمارة عبارة كي حقا زحف وشمارة شو ما زي هدي قبقولهم وأم در باس من درس ما خلاص وبيان ذلك أن الواجب على الداعي الناصح والطبيب الحاذق بيان الضلال عولي وتشخيص الداء العضال عولي تشخيصه ثم الشروع في الدواء بتشاوي بإزالة المرض ورد الصحة فبين عليه السلام أولا خطأه نوى في ارتكاب في ارتكاب الشنيع من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا وإليه الإشارة بقوله طلب أولا العلة في خطابه نوى طلب منبه على تماضيه الآخر نخوة فإذا تنبه المنصوح تنبه المنصوح أو نصيحته ذكر والمريض على الضلال والمرض لابد أن يطلب من المنبه من الدكتور طريق الإزالة يخف عليه فعليه فعل على الذي على المنبه أن يوقفه على الطبيب والمرشد يا أو الدكتور يجي يبري بده طبيبك ومرشدك هو إليه الأشهاد بقوله وعندي معرفة بالهداية فاتبعني أبا بيديكول نوى أنجيك من أن تضل وتتها إذا فإذا أذن له عند ذلك يشرع في إزالة ما ينبغي إزالته نخوة بشتكو قبول كير وقالت بسات نوسى إذن بدي بيجي أريد من درمان بك أز نخوش نخوة فيبتدي بالأهم والأولى ولا ارتياب بيشك في أن الشيطان هو الذي باض يعني هيك كريا نوسى باض الضلالة ضلالة مش قدر يغسطيها في بني آدم وفرخ في تعبيرك قوي يعني من بيجي بعض وفرخ يعني هيك وفرخ جدان من أول الزمان وأوقعه أو شيطانك الذي أوقعه يعني أوقع بني آدم في ورطة المهالك أفجد بيجي وإليه الإشارة بقوله وهو عدوك وعدو أبيك وأبناء جنسك وهو الذي ورطك في هذه الضلالة وهو إن الشيطان هو الذي انتصب أخواتاتش كان دي أخو حاضر كيه لاستجرارهم لجرهم إلى الوباء وعذاب النار في آخر الأمر وإليه الإشارة بقوله إشارة بقوله بقول السيدة المخشري وقول ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة إذا فلما لم ينجع في أبيه هذا الوعظ فإذا ندى حيث أجاب جوابه بقوله أراغب أنت عن آلهته لا جرم أنه عليه السلام لما لم يتمكن من التخلية نوع تخلية يعني نكاري غالبوني بك بإزالة الشرك الذي هو المرض نخوف أسرع في التحلية أولين التخلية إيش تحلية حتى التخلية شيء نبي التحلية شيء نبي حتى كو نبي لا إله أم نبي إلا الله نوع أولين لا إله أو إزالة إزالة الشرك إلا الله تحلية نخوف أسرع في التحلية من الأمر بالتوحيد الذي هو رد الصحة أو الجرى مرضة التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وبما تحليتي بمكارم الأخلاق فطلب الاعتزال بقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وجزاكم الله خيرا كثيرا وتخيرا تمزنك جزاك الله خيرا فرتشك وذكين نجوى رزيبا